معنا مجدد المحلل السياسي الدكتور خالد بطرفي. مرحبا بك دكتور بطرفي. يعني الآن هناك حالة من التراخي والقبول للهدنة الإنسانية، ما المتوقع أن يكون رد فعل الرياض على هذا؟ هناك أصوات متناقضة كما سمعناها، ولكن الصوت الرسمي يوافق صوت علي عبد الله صالح، صوت الحوثيين، المجلس السياسي الذي نقلت عنه كان صحفي متعاطف مع الحوثيين، فربما ليس هو صوتا رسميا يمكن الاعتماد عليه. عموما لنرى، يا خبر بفلوس بكرة ببلاش. طيب غدا ستتضح ربما الصوت. السؤال الذي يطرح الآن، كون يعني السعودية قدمت هذه الهدنة والحوثيين والأطراف المؤتلفة معها يبدو أنها وافقت على ذلك، لكن من سيضمن وسيراقب أن تكون هناك فعلا تهدئة حقيقية على جميع أركان الدولة اليمنية؟ مش محتاجة، يعني المراقبة الجوية ستستمر على مدار الساعة، وإذا عادوا عدنا، فإذا استمر القصف والاعتداء على المدنيين، استمر التقدم، استمرت الحركة ونقل الأسلحة الثقيلة، الشروط واضحة، سيتم قصفها. ولكن نحن لا نتحدث ربما الآن عن يعني ليس هناك حرب واضحة المعالم بين اليمن والسعودية، هناك حرب داخلية تجري بين الحوثيين ومن هم يوالون الهجمة أو التحالف الدولي والسعودية، وطبعا الذين يوالون هذه. هل كيف سيضمن مثلا مدينة مثل عدن أن يرمي يعني المنظمات التي تعمل هناك والتي تنشط هناك سلاحها بالفعل وتتوقف عن القتال من أجل وصول المساعدات الإنسانية؟ والتنسيق كامل بين هذه القوات الموالية لهادي وبين قوات التحالف، فإذا تم الاعتداء عليهم أو على قوافل الإغاثة أو تدخلوا في أمرها أو في حركتها بأي شكل من الأشكال سيتم التعامل معهم عسكريا. طيب وهذه الشروط أوضحت منذ البداية. طيب الهدف من هذه الهدنة هو طبعا المساعدات الإنسانية، والمنظمات الإنسانية جميعها يعني ضجت بالصوت بأن اليمن على شفا كارثة. هل ستسمح السعودية من وجهة نظرك بمرور مساعدات إنسانية من إيران، وخاصة أن إيران هناك تقارير تحدثت بأنها حركت سفينة تنقل مساعدات إنسانية إلى اليمن؟ بالتأكيد أي دولة في العالم، أي عضو في منظمة الأمم المتحدة من حقها أن يقدم المساعدات وأن يشارك فيها، الشرط الوحيد هي أن يقبل بتفتيشها. إذا كانت طائرات تنزل في أحد المطارات المخصصة للتفتيش بإشراف الأمم المتحدة، نثق أن هذه الطائرات لا توجد فيها أسلحة، لا تنقل أفراد عسكريين إلى آخره، فيسمح لها. إذا كانت بواخر سيتم تفتيشها في البحر. تفتيشها من قبل من؟ كانت خالية من قبل القوى التي تمثل أو تطبق قرارات مجلس الأمن بحظر تسليح الحوثيين. ولكن مثلا في السابق إيران قالت أنها يعني كانت بعثت بطائرة مساعدات إلى مطار في اليمن وقصف مدرج المطار قبل هبوط هذه الطائرة من أجل منعها من الهبوط. لسبب بسيط، أنهم وعدوا أن يمروا على مطار بيشة، أن يقفوا في مطار بيشة، ومروا من فوق عمان على هذا الأساس، ثم غير الطيار مساره ليهبط في مطار صنعاء. أبلغوا الطيارون بشكل مباشر واضح وصريح، والتسجيلات موجودة ومذاعة، بأن يتحول إلى مطار بيشة للتفتيش. رفض التفتيش، يعني أنا أفهم وأصر من كلامك على النزول في دكتور. نعم. دكتور خالد، أفهم من كلامك أن السفينة الإيرانية إذا ما وصلت إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون فلن تعترضها القوات السعودية أو القوات المتحالفة معها؟ بلى، سيتم تفتيشها. تفتيشها ولكن ليس إيقاف منعها. نعم. لا لا لا، المنع واضح، أنه قرارات مجلس الأمن تحتم التفتيش فقط، ولا أما المنع فأي دولة بالعكس مشكورة إذا كانت مساعدات إنسانية وتريد إيصالها إلى المحتاجين، فهذا أمر تشكر عليه. طيب بالنسبة للسعودية، إلى أي مدى تعتبر قبول الحوثيين نوع من يعني الراحة أو الفسحة النفسية لها، خاصة وهناك ضغطا دوليا من قبل الأمم المتحدة؟ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول بأن الضربات التي تقودها السعودية تخرق القانون الدولي الإنساني، وخاصة ما أعلن مؤخرا عن جعل منطقة صعدة أو إعلانها منطقة عسكرية ومطالبة السكان بالرحيل، الأمر غير متوفر بسبب نقص الوقود بالأساس بسبب تدمير البنى التحتية من قبل الضربات الجوية.
قبل الضغوط الدولية هناك ضغوط اجتماعية في المملكة، لا تنسي أن هناك ملايين اليمنيين أو من أصول يمنية موجودة في هذه البلاد، وأنا واحد منهم. يعني كلنا نطالب وكلنا نشعر، والمملكة العربية السعودية كثير من قبائلها جاءت من اليمن، اليمن بيت العرب وهم جيران وأخوة وأحبة، فما في شك أن ما يعانوه معاناة لنا، يعني المسلم المسلم كالجسد الواحد. ولكن ماذا يحدث؟ كلما أعلنت هدنة هنا رفضوها في الحوثيين ومنعوا تقدم المساعدات، وكلما وصلت مساعدات حولوها إلى مستودعاتهم العسكرية. فيعني هم السبب، هم الذين يعيقون هذه المحاولات، وإذا سمحوا بذلك فبالعكس، يعني السعودية قدمت 274 مليون دولار للأمم المتحدة، وشكلت جسر جوي موجود في جيبوتي، ووصلت السفن إلى الموانئ، ومنعتهم الحوثيين من الإنزال إلا بشروطهم أن يتم تحويل هذه المساعدات بإدارتهم هم، وبالتالي تتحول إلى مستودعاتهم. دكتور خالد بطرفي مشكور، تحدث لنا من جدة.